no tiens, allez hop, no tiens, no tiens, no tiens, no tiens. فرحاء. صباح الخير عليكم كلكم، صباح الخير على جميع متابعي القناة، أهلا وسهلا بكم، يوم جديد يوم سعيد بإذن الله. قبل ما نبدأ الفيديو ندعو لإخواتنا إن ربنا سبحانه وتعالى يفك كربهم بإذن الله ويفك كربنا كمان، لأن إحنا مقربين لكربهم. زي ما شفت في أول الفيديو كان هجوم مزدوج لحيوان ابن عرس علينا هنا في البيت، كان هجوم صباحي وهجوم ليلي، تقريبا ما نمناش طول الليل بسبب تكرار هجمات هذا الحيوان. زي ما هتشوفوا في الفيديو كان هجوم شرس جدا، الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى نجانا منه، ربنا سبحانه الاول يعني كتب لنا النجاه. تاني حاجه ده بسبب نشاط الكلب، زي ما انتم شايفين الكلب شمم ريحه الحيوان. فرجم يا عبد الرحمن هو بيعمل ايه؟ بيدور على المكان اللي يبنى. هو شمم ريحته فبيدور عليه، بيبحث عنه في كل مكان، الحمد لله رب العالمين. انا عايز اقول لكم شو، لا ده كده بيتفرج على البلك في البلكونه. لكم ان الحيوان كان مهاجمته للسطح عندنا وللطيور بتاعتنا بشراسه قويه جدا، لدرجه انه منعنا من تربيه الطيور نهائيا. انا شفته مره بيشد ارنب وزنه 3 كيلو على الجدار، طالع بيه على الجدار وماشي كده. طبعا مش قادرين نمنعه لان هو بيتسلق الحيطان، حتى بيتسلق المحاره، يعني الحيطان الناعمه بيقدر يمشي عليه. حيوان قوي جدا، عايز اكلمكم عنه في موجز بسيط كده الناس اللي ما تعرفوش. هو حيوان من فصيلة العرسيات، صغير حجمه بيوصل ل 30 سنتي، وزنه بيوصل من نص كيلو لكيلو ونص، ما بيزيدش عن كده. الحيوان ده فيه شراسة غريبة جدا وفي ذكاء بدرجة رهيبة، وقد يصطاد منفرد، وهنا في مصر ممكن يصطاد في مجموعات بتتكون من 2 أو 3، والأم بتربي صغارها بمنتهى الحنية وبتعلمهم الصيد بشكل غريب. يعني ساعات يعني الام تطلع تصطاد ومعاها الصغار عشان تعلمهم طرق الصيد، وطرق الصيد بتاعتها فيها ذكاء عجيب الشكل، ذكاء في منتهى الذكاء. الحيوان جسمه قوي جدا، جسمه مرن جدا، الحيوان الوحيد اللي يقدر يلف حوالين جلده، يعني ممكن بيفصل اللحم عن الجلد بحيث انه لما يتعض يقدر يدور نفسه يلف ويهاجم اللي بيعضه. انيابه حجمها اكبر من انياب الاسد بالنسبه للحجم، يعني لو قارنا حجم الانياب بالنسبه لانياب الاسد، لا هي انيابه اكبر من انياب الاسد. عموما انا ليا فيديو متخصص عن الوصف الظاهري لحيوان ابن عرس، ممكن ترجعوا له، اتكلمت فيه عنه باستفاضه لان الحيوان ده فعلا معذبنا كتير. الحيوان ده الناس بتقول لك يا ابو عبد الرحمن ده منقرض وعلى وشك الانقراض، انا عاوز اقول لكم يمكن تعداده عندنا هنا في البحيره اكتر. اهو 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 اهو، هات بسرعه. ابن اللذينة، وعايز البطل. طبعا كده في اصرار من الحيوان ده ان هو يهاجم الطيور بتاعته، كده بقى لابد من صيده، كده لابد من صيده، لان هو خلاص عرف ان هنا في فرايس هيفضل يكرر الهجوم. انا كان من اشهر الفيديوهات حتى عندي في القناه هجوم حيوان ابن عرس على طيور السمان. حيوان ابن عرس بيستهدف السمان دونا عن اي نوع تاني من انواع الطيور، لانه صغير، حجمه صغير بالنسبه له، مقاومته بالنسبه له هتبقى مقاومه ضعيفه جدا، كمان يقدر يفترسه بسهوله، وطعمه بالنسبه له طعم لذيذ. فاحنا خلاص، بص يا ابو عبد الرحمن، احنا نبدا نجهز المصايد بتاعتنا، وانا هذبح ديوك وهديك كبده نيه ضروري بدمها، ضروري نحطها في المصيده، هم بيموتوا في حاجه اسمها كبده نيه. أنا ده أكتر يعني حاجة تصيد ال طبعا الأرض. احنا دلوقتي الفجر، احنا الفيديو ده اتصور على 3 مراحل، صورناه بالنهار الصبح بالنهار، وصورنا بالليل، وبنصور دلوقتي الفجر تاني يوم. وتابعوا الفيديو لأن الفيديو خطير جدا، بيبين مدى شراسة هذا الحيوان وقوته، وبيبين كمان مدى مهارة ريكس. تعالى ريكس كده، نتمنى إن احنا نصطادها بالنهار مش بالليل. عمرنا ما نصطادها بالنهار. على ريكس، وبين مدى اهميه ريكس كمان بالنسبه لنا هنا كمربين دواجن وكحراسه للاسطح، سواء من البشر او حتى من الحيوانات. انت عاوز تهزر صح؟ بس من حقك والله يا ريكس انك تلعب شويه، لان انت بصراحه اثبتت ايه؟ هو ريكس عسل. اثبتت كفاءه. ريكس عسل. بصراحه
يعني يستاهل تؤمن بجد. ده جميل ركس جميل. هو من غيره كنا الصبح هو ما بيسيبهاش ما بيسيبهاش، لو شافها على السلم او شافها على السطح بيجري وراها ما بيسيبهاش. وما يقدرش يمسك ما بيعرفش. اهي يا ام عبد الرحمن بالظبط. مجرمة. ما تجريش عليه. طلع على السطح اهي ورايحة للجيران. المجرم. تطلع عند الجيرانة. بلوة بلوة كارثة. هي عارفة ان في بط صغير. طلعت راحت للجيران. وركس بيبص لها ازاي؟ وركس عارف مكانها، شوف بيبص الناحية اللي هي فيها وشايف. وباندا كمان رايح لها هناك. وباندا البلوة وشامم ريحتها. لا القطط بتشم ريحتها جامد. وركس رايح مستنيهم الاثنين مستنينها اياك تنزل بقى. شوف باندا واقف لها ازاي. باندونا شفتها؟ اوعى تسيبها. الله ده تاكلك يا باندا. صغير. لا ما تقدرش عليه. يا صغيره. شو عارف المكان اللي هي عدت منه ازاي بيشمه؟ ورايح للمكان اللي هي كانت فيه. يا عجوز. شاطر يا باندا. شطور. استناها بقى اوعى تخليها تنزل هنا يا تود. تعالوا مع بعض نطمن على السمان وبعد ما البط الصغير اهم حاجه. البط الصغير ربنا يستر. بس لا البط الصغير مش هتقدر توصل له. اهم حاجه عندي السمان دلوقتي لان عاوز اتهاجم السمان اللي هتبوظ. ربنا يستر. ما كنتش انت موجود. هنطمن عليه وتابعوا الفيديو وهتشوفوا مدى قوه هذا الحيوان مش هيوصل. يلا تعالوا. ربنا يستر. دول الحمد لله مفيش حاجة. الحمد لله أحسن من امبارح كتير. الحمد لله. دول كويسين. هي عارفة إن في سمان هنا صغير بتبقى شامة ريحته هتموت عليه. من عند الباشون فروت بتاعنا؟ البط الصغير برضه كويس أهو. البط كويس. طبعاً هطمن على كل الطيور بتاعته كلها. بس قبل ما اطمن عليهم عايز اوريكم بس باشون فروت والثمار اللي نضجت بسم الله ما شاء الله. من اجمل النباتات عندي على السطح هنا واحسنها هو نبات الباشون، وكمان بدا يمتد بسم الله ما شاء الله لمسافات كبيره زي ما انتم شايفين. تقريبا هيغطي التكعيبه كلها. راح هنا ويلا نتابع الفيديو مع بعض. يلا بينا. يلا بينا. من 10 دقايق بالظبط شفت حيوان ابن عرس على السطح عندي. تعالى اوريكم اعمل ايه. انا مش عايز اقرب الصوره اكتر من كده عشان منظر مش حلو، منظر بشع. كان في محاوله ان هو يفترس طائر السمان، وطائر السمان من الطيور المفضله عند حيوان ابن عرس بالنسبه للافتراس طبعا. وما قدرش يعني يفترس ولا حيوان، حاول يسحبهم بس ما اقدرش. هحول بقى انا الفلتر الابيض واسود واصور لكم من قريب. الحمد لله في جروح، سبب جروح في رجليهم وقريب سبب له اصابات كبيره، بس الحمد لله هيخف. طار السمان من الطيور القويه باذن الله يخف. باذن الله يخف. اصابات شديده شايفين؟ اصابات شديدة جدا بس الطيور قوية بإذن الله تخف. طبعا هنا في فتحات اهيت. هرجع تاني بقى بالألوان وأحاول افترسه بالخلال الفتحات دي بين السلك. بيمد ايده ويحاول يفترس الايه؟ الطيور. فكل الفتحات دي احنا هنغطيها بالقش ونعمل كثافة قش عالية. ده لولا ان وجود القش يعني بالكميات ديت يعني الطيور بدأت تهرب في الناحية اللي فيها قش، ما بيقدرش يسحبها. فممكن احنا بقى نعمل حل احسن من كده كمان. ممكن نحط شكارة وبعد كده نعمل طبقات، نحط طبقة القش بس في شكارة
عازله ما بين السلك وما بين اللي تحت، وبيجي من تحت من هنا ويبدا ينط يحاول يشد الطيور من رجليها، يحاول يسحبها من رجليها ويحاول يفترسها. فاحنا هنحط شكاره بحيث ان هم ايه، ان الطائر ان الحيوان ده ما يقدرش يسحبهم تحت نهائي. الحمد لله ان ربنا ستر، الحمد لله ربنا ستر، الحمد لله الحمد لله رب العالمين ربنا ستر وما قدرش ياخد ولا واحد. طبعا وجود الكلب، تعالى يا ريكس، ريكسو تعالى. طبعا وجود الكلب كان مهم طبعا لان هو بيعمل عمليه تشتيت، الحيوان ده ما بيقدرش يركز، ما بيقدرش يركز في عمليه الصيد، لانه لو ما فيش الكلب وما في وفي الجو هادي بالنسبه له كان قضى عليهم كلهم، كانش ساب ولا طاقه. الحمد لله. الحمد لله. اصابات بسيطه مش كبيره. تعمل تعمل طريقه. طبعا اكتر حاجه مؤلمه ان الواحد يتعب في الطيور ديت ويفرخها ويراعيها ويدفيها ويتعب عليها جدا ويبذل فيها مجهود ويبذل فيها كمان اموال، وفي الاخر يجي حيوان زي ده يقضي عليها كلها، يمسحها كلها. الطيور من الصدمة مرعوبة، الصدمة من الإصابات عندها حالة ذوق. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى حماه. الحمد لله. برغم ان انا منت المكان ده كويس، بس انا هحسبهم يومين ثلاثة هنا في المكان هنا، ثم اكلهم وشربهم واسيبهم في المكان ده. اشوف كده المنظر، شوف من الرابع بعدين ازاي. حالة الرعب اللي عندهم خليهم قاعدين ساكتين ما بيتحركوش. طبعا نقلهم في المكان ده يومين او ثلاثة احسن لهم بكتير. ليه بقى؟ لان حيوان ابن عرس ما دام عرف ان المكان هنا فيه طيور سمان لا يمكن هيستمر في الهجوم ولا يمكن يسكت الا ما يصطادهم. نشوف شوف الطائر عامل ازاي؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. سيبهم هنا يومين ثلاثة. بعد كده ارجع انقلهم تاني في مكانهم زي ما كانوا باذن الله، بس يخفوا الاول. المكان هنا ادفى احسن نتعور تاني. الحمد لله رب العالمين. في الهنا عشان بربي كميات هنا كبيره ومعرض لحوادث كتير، فدايما حريص ان يبقى عندي مكان فاضي.
مكان مؤمن فاضل للحوادث، لطائر مريض، لطائر مجروح، بنسموه العزل، مكان للعزل. والمكان ده ممتاز جدا، والخزانة ممتازة جدا زي ما انتوا شايفين. لها ادراج هنا لجمع السبلة، وانا كنت عاملها بنفسي، عملية وقوية جدا وممتازة، وتصلح لتربية طيور السماء. ولكن انا بفضل دايما بالنسبة للطيور بتاعتي او الحيوانات بتاعتي ان انا اربيها في اماكن واسعة عشان تاخد راحتها وتبقى صحتها كويسة. أظهر لكم في نهاية الفيديو برغم كل المعوقات اللي بتقابلنا، سواء كانت في ارتفاع أسعار أعلاف أو حيوانات مفترسة أو مشاكل بتواجهنا إحنا شخصيا في قلة المكان وغيره، اللي لنا مستمرين في تربية الدواجن، لأن لا بديل، لا يوجد بديل عن تربية الدواجن أو الزراعة. وإحنا شفنا المجتمعات اللي أهملت وتكاسلت ضاعت. لابد إن إحنا نرجع تاني ننتج أكلنا وغذائنا بنفسنا، وإلا هنضيع زي اللي ضاع. في نهاية الفيديو أتمنى لكم كل خير، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتولانا برحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.